عندهم دولهم يقولوا صاحب صاحب يعجي فما والدين يحب يربي يرجعوا بشوي بشوي يرجعوا وشتو ذاكو ما واقع الشعبيه تاثر عادم كومبليتمون كثر الشيء كثر الشيء لكن شعمل بشويه 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 ولادنا يرجع. مساله الانحلال الاخلاقي في المجتمع التونسي شنو هي رايك مدام في الموضوع هذا؟ عادم عادم كومبليتمون شعنا بديوها بالتلامذه مش حتى تلامذه حتى اقل من تلامذه اللي ما قراوش ما خرجوا المتروات هذوك الكيران تسوفجوا في الشارع ما نعرفش انا مش الهدر الكل في البولم لا لا عندهم دولهم البولم حتى الشارع عنده صاحب صاحب يعدي اكاو ترى انه الشارع ياثر اكثر من الوالدين اثر ايوا اكثر من الوالدين حتى فما والدين يحب يربي على قاعده وهم يخرجوا يدخلوا يخرجوا يوريو البوهم هما حتى شيء حتى شيء ما عاملين وما عاملين معناتها كثر الشيء كثر الشيء برشا يقولوا لازم تكون الإحاطة متاع الوالدين موجودة أكثر وأقوى من التأثير متاع الشارع إيه هو بدي تشوف إيه لكن شعمل بشوية 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 ولادنا يرجعوا بشوية بشوية يرجعوا مش تدركوا خاطر العدوى مش باهية زادا واحد يعدي صاحبه مش باهية زادا ذاك هو العدوى مش باهية حسب رايك الحاجة هذي تختلف من محيط لمحيط برشا يقولوا المحيط متاع الحوم الشعبية يمكن تكون فيه الخلطة أكثر أي محيط الخلطة الشعبية البلايص الموقع المواقع الشعبية تأثر تأثر على المواقع الخاطئة من الشعبية تأثر يولي كيف كيف بالحق اش معناها كيف كيف؟ بغاسك يولي كيف كيف اللي ما عملش يولي يعمل تقول تولدهم تلقاهم كيف كيف عندهم دولهم يقولوا صاحب صاحب يعجي فما والدين يحب يربي يرجعوا بشوي بشوي يرجعوا وشتو ذاكو ما واقع الشعبيه تاثر عادم كومبليتمون كثر الشيء كثر الشيء لكن شعمل بشويه 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 ولادنا يرجعوا عندهم دولهم يقولوا صاحب صاحب يعجي فما والدين يحب يربي يرجعوا بشوي بشوي يرجعوا وشتو ذاكو ما واقع الشعبيه تأثر عادم كومبليتمون كثر الشيء كثر الشيء لكن شعمل بشويه 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 ولادنا يرجعوا.